من هم عجب الناس إيمانا؟ السؤال ده سأله سيدنا محمد للصحابة من أكثر من 14 قرن، فرد سيدنا أبو بكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عجب الناس إيمانا الملائكة، لأنهم يسبحون الله عز وجل دائما ولا يطلبون شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف لا يسبحون الله ويشكرون وهم معه؟ فقال سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن أعجب الناس إيمانا هم الرسل والأنبياء. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: كيف لا نؤمن بالله ونحن ينزل إلينا الوحي من الله عز وجل؟ فقال أحد الصحابة: أعجب الناس إيمانا هم نحن يا رسول الله أصحابك أبو بكر وعثمان وعمر. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف لا تؤمنون وأنا معكم وتسألوني في أمور دينكم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعجب الناس إيمانا هم قوم آمنوا بي ولم يروني، نحن أعجب الناس إيمانا. صلى على النبي. سلام.